السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم بقناتكم قناه بيتكوين العرب. اول شيء هذا اثبات السحب من الموقع اسمه كريبتو دوت وين 4.3 من عملة الفيورا نورمال بيمنت 30 ديسمبر 2020 اصدقائي، هذا هو الموقع. طبعا انا كان الموقع بيدفع بثلاث عملات، بيدفع بالفيورا، بيدفع باليو اس دي تي، بيدفع بالكاردانو على الاكسبرس كريبتو مثل ما انا الفيورا واليو اس دي تي بيدفعوا على الفوست باي. لكن انا كلمت الادمن الموقع قبل ما اسحب، قال لي انه رصيد اليو اس دي تي عنده نازل فاسحب بعمله ثانيه، فانا سحبت بعمله الفيورا والحمد لله وصلوا. فدائما انت اخي الكريم شوف انت الرصيد المتوفر بالموقع واسحب على اساسه. شباب اصدقائي، هاي كريبتو وين 4.3 من عملة الفيورا. طيب ننتقل لتفاصيل هذا الموقع. اول شيء تسجيل بهذا الموقع جدا سهل، كل ما عليك انك تضغط على لينك التسجيل راح تلاقيها بصندوق الوصف، طبعا هو لينك مباشر، انا ما بستخدم اي روابط متصلة. بعدين بتفتح معك الصفحة اخي الكريم، بتروح على كلمة ريجستر وبتعبي بياناتك، بتحط هون ايميل باسورد، بتعيد الباسورد، بتحل الكباتشا وبتروح على كلمة جيت ستارتد. طبعا هاي الكباتشا اللي في 3 ممكن ما تنحل على بعض الشبكات، فاختار الاتش، شايفين اصدقائي الاتش كباتشا ممكن تحلها مثل ما قلنا. بعدين بتروح على كلمة جيت ستارتد، راح يكون صار عندك حساب، على الاغلب بيبعث لك رسالة تأكيد على هذا البريد اللي انت سجلت فيه، ممكن تلاقيها بالبريد العشوائي او الغير مرغوب فيه. طبعا اخي الكريم بتضغط على اللينك الموجود فيها بيدفع على حسابك وبصير جاهز للربح هذا الموقع. بعدين اصدقائي هي واجهة الموقع من الداخل، مثل ما قلنا الموقع بيدفع ثلاث عملات كاردانو تيثر فيورا، لكن انا سحبت فيورا لانه العملتين هذول كان رصيد الموقع منه خالص، فانا سحبت فيورا. انت دائما شوف ادمن، شايفين اصدقائي في هون ادمن بالموقع دائما بيكون موجود بالشات، اسالوا قبل اي شيء مشان ما يصير معك مشاكل خلال السحب. مثل ما قلنا اصدقائي هي واجهة الموقع من الداخل. اول طريقه للربح على الموقع هي كلمه فوسيت، بتضغط عليها هيك اخي الكريم. طبعا الفوسيت جدا جيد، عندك 5000 محاولة يوميا، شيء رائع يعني. بيعطيك 2 كوين، التايمر 1 مينت، تضغط عليك على المساحات الفاضية قبل ما تحل اي كباتشا. شايفين اصدقائي طلعنا نافذة منبثقة، برجع بالسهم لورا مشان ما تحل هاي الكباتشا او هاي القصص مرتين. بعدين بتحل الكباتشا بشكل طبيعي وبتحل بعد الانتي بوت اخي الكريم، هذا الرقم 4 4، هذا الرقم 8 8، هذا الرقم 5 5. بعدين بتروح على كلمة ريورد، راح يعطيك الموقع مثل ما قلنا نقطتين. حد السحب من الموقع بسيط جدا، هو 100 نقطة يعني بيعادلوا حوالي 2 سنت يو اس دي تي، او يعني حسب قيمتهم بالفيورا. تمام اخي الكريم، طبعا مثل ما قلنا 5000 محاولة ممكن تحاول قد ما بدك، ممكن تترك الصفحة بزاوية المتصفح وتشتغل على اي شيء ثاني، وكل دقيقة ترجع تكسب من هاي القيم. في عندك طريقة ثانية هي الشورت لينك او الروابط المختصرة، يعني في مجموعة مقبولين من الرابط متصل على هذا الموقع ممكن تتجاوزها اخي الكريم. مثلا هذا الرابط قيمته مثلا بيعطيك 3 كوين او 3 نقاط و15 انرجي، الانرجي ممكن تستفاد منها بالاوتو فوسيت، بتعمل لك يعني كسب النقاط بشكل تلقائي ما ناسي ابدا. مثل ما قلنا اخي الكريم شوف هاي الروابط متصل، انت اللي بتلاقيها سهله تتجاوزها وخذ قيمتها. مثلا الاف سي دوت ال سي هاي والاي اكس اي جدا سهلين، البيرد كمان جدا سهل ممكن تتجاوزهم بشكل سريع وبسيط جدا. في عندك كمان احيانا ممكن تلاقي بي تي سي او اعلانات، لكن حاليا ما انه متوفر، لكن امبارح انا لقيت اعلانات، كان موجود اعلانات واشتغلت عليهم. في عندك كمان الاتشيفمنت، الانجازات بالموقع، ممكن تشوف الانجازات اللي سويتها مثلا بشكل يومي وبتاخذ قيمتها. مثلا اذا عملت 50 فوسيت ممكن تاخذ 5 نقاط مجانا، وكمان يعني هي شوفهم هاي القصص جدا سهله ممكن تستفاد منهم اخي الكريم. كمان من الداشبورد بتجيب رابط لحالي الخاص فيك، شايفين اصدقائي موقع مجاني، موقع جديد لسه ما في عليه عجقه، ما عليه ناس كثير، ميزانيته يعني ممكن تكون شوي متوسطه، لكن ما يحاول ادمن الموقع يحسن هذا الموقع. تاخذ رابط لحالي الخاص فيك اخي الكريم، بتشعر اصدقائك بيستفادوا من هذا الموقع وانت كمان بتستفاد من هذا الموقع، موقع مجاني الربح منه مقبول. مثل ما قلنا اصدقائي في شغله لازم ننوه فيها وساعدكم فيها، الفيورا اصدقائي اذا رحت على التيبوزايت ما بتلاقي الى اي رابط. تمام اصدقائي اذا رحت على الديبوزايت ونزلت لتحت على عملة الفيورا ما بتلاقي اي رابط، هي نفسها قائمة على بلوكشين الايثيريوم، فهو رابط محفظتك الايثيريوم نفسه. شايفين اصدقائي كاتب لك ديبوزيت ويز ميتا ماسك، يعني هي محفظة الايثيريوم الطبيعية الميتا ماسك. تمام اصدقائي موجودة نفسها، شايفين اصدقائي الايثيريوم ديبوزيت ويز ميتا ماسك. في حال اخي الكريم انت ما بتعرف تضيف رابط محفظة ايثيريوم للفوسيت بي، انا راح يطلع لك هلا بزاوية المتصفح، عفوا بزاوية الفيديو، راح يطلع لك بطاقة فيديو بتشرح لك كيف بتضيف محفظة الإيثيريوم إلى محفظة إلى عملة الفوسيت بي، عفوا أخي الكريم إلى محفظة الفوسيت بي الوسيطة، مشان يصير عندك رابط تقدر تسحب منه، بتلاقيه باللينكد أدريس بشكل عام. طبعا راح يطلع هذا الفيديو، وكمان في صنابير جدا جيدة بالإيثيريوم ممكن تستفاد منه أخي الكريم. شايفين أصدقائي مثلا هذا إيثيريوم أنا ضايفه ممكن أكسب منه بشكل طبيعي، وأي سؤال عن هاي الموضوع عفوا ممكن تحط لي يا اخي الكريم بالتعليقات، ممكن اذا الله راد نقدر نساعدك. في النهايه لا تنسوا اخواني اذا ما كنتم مشتركين بالقناه تشتركوا وفعلوا زر الجرس ودعمونا دائما. دمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله
وبركاته.